تنضم إلينا من واشنطن الاستشارية النفسية والاجتماعية الدكتورة كارين إيليا. صباح الخير دكتورة كارين، وأهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية. يعني اختلافات فيما يتعلق بالجيل زد والأجيال السابقة، وهذا الاختلافات طبيعية بين الأجيال، اعتدنا على هذا الموضوع، ولكن السلوك اليوم عم بيكون مختلف بمجالات عديدة، تحديدا بالمجال المالي والاقتصادي. من أين تنبع هذه الاختلافات تحديدا بهذا المجال كارين؟ صباح الخير بالبداية، وينعاد على كل المشاهدين. حكما وكل عام يعني وأنت مع بألف خير. شكرا لك. حكما التبدلات اللي عم بتصير مع السنين والتغيرات الاقتصاديه، التغيرات الاقليميه، التغيرات المناخيه وجميع الظروف، هي عم بتعدل مسار طبيعي بالحياه من جيل لجيل لجيل، لحتى وصلنا للجيل هيدا الاخير يلي هو جيل زد، يلي بينت اهتماماته مختلفه. ولكن نحن اذا بنجي بنقارنه مع الجيل يلي دغري قبله، ما منلاقي الفرق كتير شاسع، ولكن منلاحظ هالشفت يلي بلش يصير من الجيل الأول للجيل الثاني لحتى وصلنا لليوم. ونحن أكيد اليوم بعد عم ننتظر من الأجيال يلي بدها تجي من بعدها تغيرات كثيرة، لأنه اليوم العالم كله صار باتجاه الاتجاه الأونلاين والسوشيال ميديا، سو صار المنطق والتفكير بيقطع من خلال السوشيال ميديا قبل ما يكون عم يقطع من خلال ما كنا نورته قبل، وينتقلوا من جيل لجيل بالأجيال السابقة والقديمة. تماما، هذا يعني هذا التقرير تحديدا يركز على السلوك المالي للأجيال الحالية. إلى أي مدى حالة عدم اليقين الاقتصادية، التضخم الذي عم نعيشه اليوم، يلقي بظلاله على السلوك المالي ويجعل هؤلاء يشعرون أنه أنا لو ربما كنت متيقظ بعض الشيء ومهتم بأموري المالية، ولكن هذا الجهد لن يسمح لي حتى بشراء منزل وسط الأسعار المرتفعة حتى، وبالتالي يكون سلوكه المالي أنه أنا أنفق كل الأموال المتوفرة لدي من دون أن أحسب للمستقبل. المشكلة أنه بدنا نشوف الموضوع بالصورة العامة لإله، وإذا بدنا نتطلع من الشق النفسي للأشخاص اليوم بهيدا الجيل ليكونوا عم يتعاملوا مع الأموال ومع الإدارة المالية بشكل مختلف، هي مرتبطة شوي بالمنطق اللي عم يعتمدوا والقراءة للأحداث الجديدة. واليوم ما بدنا ننسى أنه هيدا الجيل عم يقرأ الأحداث على خلفية اكتئابية عند القسم الأكبر منهم، على خلفية قلقة لأنه عندهم خوف على المستقبل، صايرين عندهم برودة على كل المستويات، لأنه هيدا الجيل بيقضي أوقات طويلة على الإنترنت. ونحن حكين بلقاءات كتيرة قبل، وفي كتير دراسات صارت عم تظهر أنه كل الأشخاص يلي بيمضوا أوقات طويلة عبر الإنترنت، هؤلاء أشخاص عم يتعرضوا لاضطرابات نفسية ولحالات اكتئاب وقلق. فعلى هالخلفية وانطلاقا من هيدا الأثر، الإدارة المالية بتصير مختلفة، واليوم في تناقض بهيدا الجيل، عندهم قلق على المستقبل المالي ولكن عندهم فتور بالتحرك لوضع خطط مالية للمستقبل. واليوم العلاقة المالية صارت كمان مختلفة، لأنه بالماضي كنا نشوف الأشخاص كتير معهم كاش بين ايديهم، بيدخروا بالبيت، بحطوا بالبنك وغيرها. اليوم علاقة هيدا الجيل بالأموال وطريقة قراءة الأموال صارت كلها ديجيتال على الإنترنت، يعني أحيانا كتير بيملكوا كميات كبيرة من الأموال من دون ما يكون عندهم شيء تكتيل بين إيديهم. والشيء الأخطر اليوم أنه هيدا الجيل عم بيشغل راسه كتير ليشوف بأي طريقة بيقدر يكسب أموال بشكل أسرع. لهالسبب عم تتكاثر الأحداث، ولكن ما بنعرف نحن بعد لفترة لقدام شو العواقب يلي ممكن تكون، إن كان على الحياة المالية أو على الاقتصاد العام للكرة الأرضية وعلى المستوى النفسي للأشخاص يلي هلأ عم بيعيشوا انفليشن كبير، بعدين يمكن يروحوا على انهيار نفسي، يروحوا على حالات اكتئابية كبيرة وغيرها. تماما، يعني ربما المستقبل مش كتير واضح فيما يتعلق بهذا الموضوع، بس ما هو السبيل الأنجح اليوم إذا شخص أراد أن يدير سلوكه المالي حتى يتجنب قدر الإمكان هذه التداعيات السلبية التي تتحدثين عنها؟ نعم،
كتير مهم انه الاشخاص اليوم يلي عم يتعاملوا بثقة مطلقة بالنفس بالموضوع المالي من خلال الطريقة يلي بفكروا حالهم قادرين يكونوا عم يديروا فيها، بدهم يكونوا شوي عم يرجعوا لثوابت موجودة من الأساس من خلال تقنيات ولو بدهم يعتبروها تقليدية أكثر، ويقارنوها مع التقنيات الحديثة يلي هن عم يعتمدوها اليوم بالنظام حياتهم الجديد ليقدروا يعملوا توازن. ولكن نحن عم نشوف إنه عم نروح على خطر أكبر كل ما عم نلاقي هيدا الجيل عم يقعد ساعات طويلة على الإنترنت بس ليلاقي خطط مالية لتطوير مستقبله وغيرها، مع الوقت ما رح يلاقي النتائج يلي هو عم يضمنها أو يلي هو أحياناً الثقة الزايدة بنفسه إنه أنا رح أقدر أعمل ورح أقدر أحقق ورح أقدر أنجز وأكثر من الجيل اللي قبلي وطموحي رح ياخذني لبعيد. هيدي الأشياء لازم يقدر يعمل لها بعض الضوابط، بعض التوازن مع الأنظمة يلي أوريدي موجودة ويلي أوريدي أجيال كتير سابقة بنيت مجتمعات عليها، وساعتها بيقدر يعمل هالشفت أو هالتطور بشكل مدروس أكتر، مش بيعمل تطور سريع وبيرجع بيعمل انهيار أسرع. كارين، ربما هذا يطرح موضوع الدراية المالية، حتى وأنه يبدأ ذلك مش عندما يصبح الشخص ربما بعمر بسن العمل أو يصبح راشدا، بل تبدأ من سن مبكرة في المدرسة. أهمية أن يكون ذلك جزءا من المنهج الدراسي، وبالتالي لا يصل هذا الشخص إلى عمر معين ويشعر أنه أمام ضغوط ويبحث عن أساليب سريعة لتحقيق الربح. اليوم الخطر بهيدا الموضوع تحديدا انه من كم سنه لورا دخل الموضوع المالي بالمدارس ومن اعمار صغيره ضمن اطار الاداره الماليه والاداره السليمه للاموال، ولكن كمان عم نسوق مع الاطفال لاسلوب مختلف لاداره الاموال يلي كمان رح يرجع يحمسهم او يشجعهم على طريقه استهلاكيه وعلى طريقة غير صحية بالمستقبل. فالأولاد عم يتعلموا استقلالية مالية بأعمار كتير صغيرة، وهيدي الاستقلالية المالية يلي بتجي بلا إدراك كامل، بلا تخطيط، بلا برنامج وبلا خطة مطلقة، هيدي بتخلق عندهم مشاكل، وبالوقت ذاته وقت بتخلق فرستريشن عند هؤلاء الأطفال لأنه بضلهم محدودين ضمن الإدارة أو المنزلية بعمر معين، بضلوا ناطرين اللحظة اللي بيصير عندهم هن القدرة يفتحوا أكاونت أونلاين من دون ما يكون في إدارة أو من دون ما يكون في إمضاء الأهل وغيرها، تيروحوا دغري على خطوات معاكسة. كمان الإدارة المالية اللي بتدرس بالمدارس بدها انضباط أكتر، بدها خطة أكتر لحتى نعرف شو الهدف من الإدارة المالية اللي عم ندرسها للأولاد الصغار لحتى شو بدنا نطلع منهم على كبر. هيدي إذا بتنشغل أكتر، بالإضافة أكيد اليوم لأنه كمان في شرخ بقلب البيوت بالأمور المالية، صار في استقلالية مالية بين تماما. الأشخاص كمان بتعزز، وهيدي كمان عم بتعزز عند هيدا الجيل إنه أنا بدي أحمي حالي، خصوصي إنه هيدا الجيل مشهور بالإنسكيورتي، فأنا بدي أحمي حالي ماليا وغير على غير مستويات، فبيروح على الخط العديد يعني من الأسهل. العوامل المترابطة ببعضها، وحتى الظروف صحيح الاجتماعية والاقتصادية والنفسية اللي بتأثر على بعض البعض باتجاهين. شكرا جزيلا لك على كل حال من واشنطن الاستشارية النفسية والاجتماعية الدكتورة كارين إليا.